أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية. البداية من الحسكة، حيث تمكنت الميليشيات الكردية من السيطرة على قرى أم ركيبة ورشيدية وحديدية في ريف الشداد الشمالي جنوب الحسكة بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة مدعومة بغارات لطائرات التحالف الدولي، فيما تخوض الميليشيا اشتباكات للسيطرة على قرية البحصة للاقتراب أكثر من المدينة، بينما سقط شهيدان في قرية الشيشة شرق الشداد جراء قصف طيران التحالف الدولي دراجة نارية كان يستقلها. سقط عشرات القتلى والجرحى من الوحدات الكردية في وسط وجنوب بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي جراء عمليتين تفجيريتين نفذهما عناصر تنظيم الدولة، كما ضرب تفجير آخر للتنظيم تجمعا للوحدات الكردية شرق سلوك، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم. هذا وفجر التنظيم أيضا شاحنة ملغمة في حاجز لوحدات الحماية الكردية قرب بلدة عين عيسى، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. شن طيران العدوان الروسي غارات جوية على أحياء الجلوم والفردوس والأنصاري والمغاير بمدينة حلب، ما أدى لإصابة 5 مدنيين بجروح، كما طالت الغارات مدينة الباب وبلدتي كفرناها وخان العسل، في حين ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدات عندان وحيان وبينون. هذا وتصدى الثوار لمحاولة تقدم عناصر تنظيم الدولة باتجاه مدينة مارع بالريف الشمالي. قصفت قوات النظام بالمدفعية بلدة مغر المير بريف دمشق الغربي، في حين ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدتي دير العصافير وبيت جن. بالمقابل قتل الثوار عددا من عناصر النظام في تفجير عربة بي ام بي في منطقة المرج، كما أحبطوا محاولة تقدم للنظام من المحور الشمالي لحي جوبر، ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر. شن طيران العدوان الروسي غارات على الأحياء المحررة بدرع البلد، وطالت الغارات قرى كفر ناسج وتل عنتر وعقربة في الريف الشمالي، بينما قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية بلدة كفر شمس ومدينة الحارة، ما أسفر عن سقوط جرحى مدنيين، وطال قصف مماثل مدينتي الحراك وبصر الشام وقرية جمرين في الريف الشرقي. في خبرنا الأخير، دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام على عدة جبهات في مدينة دير الزور بالتزامن مع قصف جوي لطيران العدوان الروسي طال أحياء العرضي والحميدية والعمال والشيخ ياسين والمطار القديم، أسفر عن سقوط جرحى مدنيين، بينما شن الطيران الحربي غارات على قريتي الجفرة والمريعية في الريف الشرقي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.